مشاهدينا الكرام في كل مكان، أضحى مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار معكم فاتن الزهراء بن صافي، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالمهجر وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك وكل الأطقم الطبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جموع المصلين عبر مساجد الوطن يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية واحترام كامل للإجراءات الصحية. ونتابع أيضا توافد كبير للمواطنين بالعاصمة على مذابح لنحر الأضاحي مراعاة لشروط النظافة والمراقبة البيطرية، وكاميرا تلفزيون ترافق جهود عمال النظافة في إزالة مخلفات عملية نحر الأضاحي والنفايات. تفاصيل النشر، أهلا بكم. بداية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالخارج، وجاء على حسابه في تويتر: في هذا اليوم العظيم الأغر أتقدم إلى كل الشعب الجزائري وجاليتنا في المهجر بتهاني الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى من الله القدير أن يعيده علينا في العام القادم وقد رفع عنا البلاء والوباء. كل عام وأنتم بألف خير. السيد رئيس الجمهورية هنأ أيضا كل أفراد الجيش الوطني الشعبي: عيد أضحى مبارك سعيد لكل ضباطي وضباطي الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، خاصة أولئك الشجعان الأشاوس حماة حدود وطننا المفدى في كل وحداتنا ونواحينا العسكرية. كما هنأ السيد رئيس الجمهورية كل أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك: أتقدم بتهاني الخالصة إلى كل بنات وأبنائي في سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. السيد رئيس الجمهورية هنأ بالمناسبة كل الأطقم الطبية: عيد أضحى سعيد ومبارك لكل أطبائنا وشبه الطبيين، أنتم الذين لم تكلوا في مواجهتكم اليومية ضد وباء كوفيد-19، ويعود إليكم الفضل الأكبر في بقاء منظومتنا الصحية واقفة، فشكرا لكم على تضحياتكم، وكل عام وأنتم بألف خير بحول الله. وفي أجواء إيمانية وروحانية وبالتهليل والتكبير والتسبيح، أدى جموع المصلين عبر كامل التراب الوطني صلاة عيد الأضحى المبارك في جو من التسامح والتآخي. ميزه الالتزام بالبروتوكول الصحي والتقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة التمسك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ على النفس والحرص على الالتزام بكل الإجراءات الصحية حماية للأنفس، وهو ما حملته مضامين خطبتي العيد من مسجد أبي ذي الفغفار بإليزي، يقول هارون لوميدي. مسجد أبي ذر الغفار بولاية إليزي غص صباح اليوم بالمصلين مهللين ومكبرين في جو من الخشوع والإيمان لعظمة هذا اليوم المبارك. المبارك وكل عام وأنتم بخير، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. صح عيدكم وصح عيد كل الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير، والله ما رفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. عيد الأضحى المبارك، نتمنى إلى كل الأمة الجزائرية خاصة والأمة الإسلامية عامة عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. ورغم الحالة الصحية التي تعيشها البلاد، إلا أن سكان إليزي لم تمنعهم تبادل التهاني والتبريكات لحلول هذا اليوم. نظرك الناس هي تذبح في الكباش نتاعها، ونتمناو هذا العيد يا ربي يصلح الجزائر ويبعد عليها البلاء هذا ويبعدوا على المسلمين والمسلمات جميعا. عيدكم وكل عام وانتم بخير، اللهم ارفع عنا هذا الوباء ان شاء الله، وعيد سعيد على الامه العربيه والشعب الجزائري خاصه ان شاء الله. عيدكم مبارك، أعاده الله لنا ولكم بكل الخير والبركات، وكل عام والشعب الجزائري بألف خير.
ووسط ظروف صحية استثنائية استقبل الشعب الجزائري عبر كامل التراب الوطني أول أيام العيد وسط فرحة وبهجة آملين من المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء. المتابعة لصالح قاسي. هو أول أيام عيد الأضحى المبارك استقبله الشعب الجزائري في ظروف صحية استثنائية، أجواء من الفرحة والتسامح والتآخي شهدتها ولاية أدرار. جمعوا العائلات، يكون كل فرد وحده، ولكن في العيد نضحوا مع بعض، نتلموا مع بعض عند الوالدين. والو مادام يكونوا الوالدين حيين ماذا بينا نتلموا كاع، ما يكونش واحد من هاك وواحد من غادي يقول صلة الرحم. ومن وسط مدينة تمن راست وفي أجواء روحانية تعالت التكبيرات والتهاليل وسط دعوات المصلين الخير للبلاد والعباد. عيد مبارك سعيد للجميع، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واللهم أعد علينا هذا العيد بالهناء. جسار وفجين كل تماشق كل الجزائر غرد نسن نهو الكونين ناوانا صحايدكم من شتان غد تنمرتون. أجواء الفرحة بعيد الأضحى المبارك عاشها سكان مدينة بشار وسط الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. إن شاء الله نديروا بالشيء اللي راه تقوم به الدولة، الإجراءات هذه الوقائية باش للتباعد وكذا من أجل الصحة والعافية إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله للوطن الأمن والازدهار. عيد مبروك على الأمة الإسلامية عامة وعلى الجزائر خاصة. وبمدينة قسنطينة صور للتآخي والتضامن صنعها سكان المدينة احتفالا بعيد الأضحى المبارك. وتطبيق البروتوكول الصحي كتشوفوا رانا كامل مرتدين لي بافير. نتمنوا الصحة والعافية لكل الجزائريين والأمن والأمان والاستقرار لهذه البلاد. سكان ولاية عامة وفي جو من التسامح والتآخي استقبلوا عيد الأضحى المبارك. الجزائر الحافظ، نتمنى لها الحافظ، نتمنى لها الحافظ، ونتمنى لها الله يقد راي ولادها. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله الجزائر تكون بخير. هو يوم مبارك يربط أواصر الأخوة والمحبة بين المواطنين، فكل عام والجميع بخير. وسط أجواء عائلية تقسمت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة مستشار رئيس الجمهورية فرحة عيد الأضحى المبارك مع مجموعة من الأطفال المقيمين بمؤسسة الطفولة المصحفة بالأبيار بالعاصمة. حفصة غاني. في صورة تضامنية تعودهم عن دفء العائلة ووسط أجواء تغمرها الفرحة والسرور يحتفل هؤلاء البراعم بعيد الأضحى المبارك. صح عيدكم كنت بخير. عجبني الحال غاية المهرج، ذبحوا الكباش، كلينا الكبدة، كلينا الفريت، جابونا الكباش، ذبحنا خمسة. برنامج ترفيهي، جلسات جماعية تحظى بها الطفولة المسعفة التي تعد أولوية في برنامج وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة. اليوم ارتأينا أن نحتفل على الضيق وباحترام بروتوكول صحي مع أطفال مؤسسة الطفولة المسعفة كعينة من أجل إحياء طبعا هذا المناسبة الكريمة تحت شعار أن التلقيح ضمانة لحق الترفيه، وهذه طبعا رسالة كان وجهها الطفل الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للطفل اللي احتفلنا به مؤخرا. صناعة من البراءة، يمكن أن ننتج البراءة من هؤلاء الصغار مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب. سيد رئيس الجمهورية ركز كثيرا على الاعتناء بهذه الشريحة مهما كانت. صحة الطفل من أولويات الدولة وأولويات وزارة الصحة، وبفضل البرامج الصحية اللي وضعتها وزارة الصحة يعني قضينا على كل أمراض، يعني بعض الأمراض الخطيرة اللي كانت تؤدي إلى حالات ووفيات عند أطفالنا. أجواء تعكس القيم التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف وتبرز أصالة الشعب الجزائري في التكافل والتضامن خاصة في مثل هذه المناسبات.
وأجواء أيضا من البهجة شهدتها دار المسنين بوهران في عيد الأضحى المبارك، حيث قام المشرفون على المركز بنحر الأضاحي وتوفير جو عائلي للمسنين. المراسلة لسيف الدين بن زردة. في جو من الفرحة استقبلت دار المسنين الخاصة بالنساء بولاية وهران عيد الأضحى المبارك، أجواء عائلية حاول المشرفون على المركز صنعها في هذه المناسبة بغية مشاركة هذه الشريحة فرحة العيد. أنا فرحانة بالعيد، عيد شباب عندنا وزيرة ونشكر الوالي ولاية مديرة تاعنا والمربين تاعنا اللي راهم متعلمين فينا. رانا عايشين غاية هنا، رانا مهنيين هنا، رانا راقدين شاربين. ذبحنا 7 أضحيات من أجل تحضير العيد، ومازال أنا متواصلين باش نوجدوا للمقيمات تاعنا الأجواء الأعياد كما اللي راهي في وسط العائلات الجزائرية العادية. بهجة العيد هنا لا تلغي الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا. السنوات الماضية اللي كان الناس تشاركنا الفرحة وتجي ونخرج ونستقبلوهم والآخر كلش، السنة الله غالب كما يقولك تفاديا انتشار هذا المرض هذا، بينه ومن توصيات من الوزارة والوزيرة تحرص وتأكد على أنه ما تكونش فيه زيارات وما يكونش فيه خارجات تفاديا للمرض. للإشارة فإن ولاية وهران تضم 17 مؤسسة تعمل على العناية بمختلف الشرائح المحرومة من الدفء العائلي. كما أحيا سكان العاصمة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات صحية صارمة، حيث تمت عملية نحر الأضاحي في أجواء اتسمت بالفرحة والبهجة. وبالمناسبة احترم المواطنون إلى حد كبير توصيات السلطات العمومية الخاصة بالبروتوكول الصحي، كما استحسنوا توفير المياه في هذه الظروف الاستثنائية لاستكمال عملية النحر في أحسن الظروف. كما لم يتوانى عمال مؤسسة نتكم في إزالة مخلفات عملية نحر الأضاحي والنفايات، حيث جندت مصالح النظافة منذ الصباح شاحنات خاصة لتنظيف الأحياء والشوارع. المتابعة لأمين شقبقب الذي رافق مصالح مؤسسة نتكم. نتابع. عمال مؤسسة نتكم على أتم الاستعداد، فمجهودهم اليوم مضاعف، إزالة النفايات المنزلية إضافة لبقايا أضاحي العيد. حنا كتفنا المجهودات هذوما، كما تشوف سخرنا هذه الوسائل هذوما تاع لرفع النفايات، خصنا شاحنات هذوما سبيسيالمون للهيدوره هذه وليزوردر تاع الأضحيه هذه بالنسبة تاع العيد هذه. نقول لهم صحة عيدهم كل أسرة تاع العمال النظافة وكل مواطنين وعامة الشعب الجزائري، وشنو نوجه لهم نداء باش دائما يخصوا لنا الشغل في الحاويات، يحطوا في الحاويات لي زودو ميناجير ويحطوا بالجانب الهيدوره هذه باش يسهلوا لنا عمليه رفع النفايات. الفاعلون وجمعيه الاحياء ساهموا في توعيه المواطنين وتنظيم اماكن رمي القمامه رغم تسجيلنا لبعض التجاوزات والرمي العشوائي هنا وهناك. المواطن تاعنا ان شاء الله يكون واعي، يرمي زبل في وقته داخل صاشيه، الله يهدر وحدهم اللي يدي شي وحدهم اليمونتير حاجه، اللي عنده حاجه تاع الزجاج ولا كذا يديرها حاجه في بلاصتها باش يخمو تانيك على الخدامين باش ما يتزرحوش ويرموا في الوقت، ونتعاونوا كاع باش نخلوا البيئه ديالنا نقيه. مجهودات عمال النظافه لوحدهم غير كافيه ما لم ترافق بوعي وتعاون المواطنين من اجل العيش في بيئه صحيه ومحيط نظيف. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قام وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أمس بزيارة تضامنية إلى مختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. زيارة وزير الصحة تأتي لمتابعة مداومة الأطباء الساهرين على صحة المرضى، لا سيما مصلحة فحص المصابين بفيروس كورونا ومصلحة الإصابات وطب العظام، حيث أشاد بجهود الطاقم الطبي المجند للتكفل بالمرضى خاصة في زمن الجائحة. نعمل زيارات تضامنية مع عمال الصحة وبالخصوص يوم العيد وبالخصوص مع ارتفاع عدد الإصابات، احنا حتما كوزير ومع الأعضاء المستشفى نعمل زيارة، احنا عملنا زيارة المستشفى مصطفى باشا لأنه هو رمزي، الوقت ما سمحناش، لكن هذه الزيارة حتى وكانت تضامنية مع
الزملاء اللي راهم يعملوا هذه متوجهه لكل العمال، عمال الصحه والحمايه المدنيه وكل من يعملوا اولا يوم العيد وبخصوص هذا الوباء اللي نطلب ربي ان شاء الله يرفع علينا، وهذا طلب لربنا ان شاء الله، وهذا بفضل عمال الصحه ان شاء الله اللي راهم كلهم متواجدين كلهم متضامنين وكلهم جندين. وكعين مستشفى بن عكنون بالعاصمة في أول أيام العيد لا يخلو من الأطقم الطبية المداومة التي تسهر على علاج المواطنين والحفاظ على سلامتهم وفق بروتوكول صحي صارم. مالك درحمون. هكذا كانت الأجواء في مصلحة الاستعجالات بمستشفى العظام ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أطقم طبية تسهر على توفير العلاج للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. سخرت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ببن عكنون كل الإمكانيات من ناحية الموارد البشرية أو الإمكانيات الطبية المستلزمة الطبية. رانا واقفين على المرضى اللي راهم يجيو خاصة الجروح من ذبح تاع العيد، راهم نتهلاو فيهم إن شاء الله. النصيحة نوجهها للشعب الجزائري يضحي، وما قلناش ما يديروش الضحية بصح يلتزموا بالشروط تاع هذا، خصوصا على بالهم بلي رانا في الوباء والناس راهي توفى. المواطنون أبدوا رضاهم على الخدمات التي يوفرها المستشفى بعد تلقيهم لإصابات بعد نحر الأضاحي. بارك الله فيهم، هنا تحس القيمة تاع مهنة الطب، كي تصرى الكعسة وتجي سبيطر في الأوقات الحرجة هذه، والله غير إن شاء الله يكون في ميزان الحسنات ديالهم، هذه هي ما شاء الله، والله يعطيهم الصحة وربي يجيب شفاء لكاع مرضانا مرضى المسلمين. كي كنت شايد الشغل الموس تخليه من وخرج ليه من. وشنو هي مصلحة الجهاز الشعبي اللي راهم يردوا بالهم، ياخذوا حذرهم وخلاص يردوا بالهم. ليبقى التزام المواطنين بالشروط الوقائية وبالبروتوكول الصحي السبيل الأمثل للحفاظ على سلامة الجميع. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 حالة وفاة، فيما تماثل 704 مرضى للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة التي تشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية. انتقل أمس إلى رحمة الله المدرب القدير نور الدين سعدي عن عمر ناهز 71 سنة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وللإشارة فقد درب الفقيد المنتخب الوطني لكرة القدم وعدة أندية جزائرية وعربية. جثمان والفقيد سيوارى الثراء اليوم بمقبرة بوزغن بتيزي وزو. إن لله وإن إليه راجعون. وفي إطار المجهودات المتواصلة من طرف الدولة لتجسيد جميع البرامج السكنية، تم أمس بولاية توغورت توزيع 280 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل على المواطنين، حيث جرت مراسم توزيع المفاتيح بتنظيم حفل خاص أقيم على شرفهم بمقر الولاية. توزعت مساكن عدل والحمد لله اليوم رانا من المستفيدين من مساكن عدل 2013. ان شاء الله نقولوا العاقبه للناس اللي بقاو، وان شاء الله عاقبه للناس اللي ما عندها سكن انه يسكن. الحمد لله على كل حال، الفرحه اليوم فرحه ما تتصورش كما نقولوا، معليش مارغري جات روطار على كل حال، مي الحمد لله. نتمنى التوفيق لجميع المكتسبين الباقيين. اليوم رانا فرحانين بزاف كي وصلنا لهذا اليوم اللي نستلموا فيه سكنتنا بعد يعني وقت طويل، وان شاء الله العقبه اللي مازالوا يا ربي. الآن ونختم النشرة من البقاع المقدسة، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام أمس في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منن لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهادي ثم الحلق والتقصير قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي. وقام الحجاج برمي الحصيات التي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بإهدائها للحجاج بعد تعقيمها مسبقا في أكياس خاصة لكل حاج وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام.
نختم النشرة، شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة والوفاء، ألقاكم غدا بحول الله. إلى اللقاء.